يسألوا عن أي الأوقات أفضل بالنسبة للقنوت، هل هو قبل الفجر بربع ساعة أو 10 دقائق أو متى يكون؟ جزاكم الله خيرا. الوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر، كل ما تأخر فهو أفضل إلى طلوع الفجر، وإذا سبقه شيء من التهجد فهذا أفضل. الحاصل أن وقت الوتر موسع، من كان يثق من قيامه آخر الليل فيجعله آخر الليل ويضيف إليه ما تيسر من صلاة الليل قبله، وأما من كان لا يثق من قيام آخر الليل إلا بصلاة الفجر فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك، وكان هو صلى الله عليه وسلم يوتر من كل ليلة أوتر صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.